ونحبون جميعا بمولد السيدة الشريفة العفيفة ستنا السيدة زينب رضي الله عنها. ولقد كان احتفال هذا العام احتفال عظيم، قد حضرناه وحضر المحبين معنا جميعا، أقيم احتفال في مولد في مسجد سيدي صالح الجعفري، أقامه سيدي عبد الغني صالح الجعفري وأبناؤه الكرام سيدي محمد صالح الجعفري وسيدي الحسين وسيدي الحسن الجعفري. وفي هذا اليوم شرفنا إخوة لنا من أشراف أهل المدينة، أخونا الأستاذ علاء طلع صديق فرغلي، وينتهي نسبه الشريف إلى الشيخ العارف بالله الشيخ الفرغلي من أبو تيد من أسيوط، يعني جذورهم مصرية ولكن هم سعوديين، يعني اتولدوا في المدينة وعايشين في المدينة المنورة. كذلك أخيه الأستاذ محمد حسن سندي برضو من أشراف المدينة المنورة، والحمد لله الاثنين من أبناء سيدنا الشيخ صالح. أخونا السيد علاء خد قريب من مولانا سيدي عبد الغني صالح الجعفري، وأخونا الأستاذ محمد سندي بالأمس خد قريب من سيدي محمد صالح الجعفري. لقد شرفونا ونورونا فأهلا بهم في مكانهم وبين إخوانهم وفي بلدهم، والآن نستمع منهم مديح مولانا الشيخ صالح الجعفري. صلوات طيبات لإمام المرسلين، صلوات طيبات لإمام المرسلين، أما قلبي في هواك إنني أرجو رضاك. الله
الإمام.